مساء الخير. تصور فيديو لفتاة متسولة بتبلغ من العمر 21 سنة واقفة على جسر شكة عم بتحاول تنتحر بسبب اكتشاف أهلها أنها حامل وتهديدهم بقتلها. بالفيديو منشوف رجل عم بيحاول ينزلها وهي عم بتصرخ بعد عني، بدهم يقتلوني أهلي بعد عني. بعد لحظات بيركض شخص تاني بيحملها وبينزلها رغم أنها حاولت تقاومه. ما حدا بيقتل. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بيبين ردة فعله لما شاف الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بإحدى المطاعم بإمارة دبي، ومنشوف أيضا حاكم دبي عم بيمازح الفنانة ويتحدث معها قبل ما يرجع يتوجه للطاولة اللي كان قاعد عليها مع ضيوفه. قمة الذوق، جل الطاولة يسلم، قمة الذوق والرقي ما في مثله والله. انتشر على فيسبوك فيديو مضحك حصل على أكثر من 10600 شير لفرقة بتتألف من 5 أشخاص عم يدبكوا ومركب على وجوههم وجه سمعان يلي نشر الفيديو على صفحته، ووجوه سمير جعجع، وليد جنبلاط، سعد الحريري، وعلى الأول ميشيل عون يلي مترقس الدبكة. وعنوان هالفيديو هو عم تسألوا كيف اجتمعوا، سمعان جمع السياسيين إيد بإيد ونزلوا على الدبكة والجنرال على الأول. انتبهوا منيح وين بتاخذوا السيلفيز، لانه وفاه اوكسانا منا اول حادثه مروعه بتصير بسبب محاوله اخذ السيلفي بالمطارح الخطره. هالفتاه يلي بتبلغ من العمر 12 سنه كانت عم بتحاول تتصور على حافه بالكون الطابق ال17 من بنايه بروسيا لحتى تبعت هالسيلفي الخطره لرفقاتها، وكان مصيرها الموت. هون منكون وصلنا لنهاية أخبارنا. يلي فيكن تتابعونا على صفحة ترندز على الفيسبوك، وفيكن تتابعونا على صفحاتي على فيسبوك، إنستغرام أو تويتر. هول كانوا ترندز الليلة، منشوفكم بكرة بنشرة جديدة.